اليوم العالمي للتغذية وما يسمى باليوم العالمي للسلامة الصحية مصادف ل 16 اكتوبر من كل سنة، الجمعية الولائية لحماية المستهلك ارتأت على انه تقوم بنشاط تحسيسي لفائدة المستهلكين بجميع الاعمار. في الحقيقة نشطنا امام المقر الجمعية المتواجد بالحي الاداري بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من بينهم مديرية الصحة، مديرية التجارة، اتحاد التجار وكذلك غرفة الصناعة التقليدية والحرف. قدمنا نصائح لربة البيوت للمستهلكين بجميع الفئات العمرية على أنهم يستهلكوا غذاء صحي متوازن. أيضا كذلك قمنا بخرجة ميدانية بالتنسيق كذلك مع المديرية التجارة الأعوان المختصين في المراقبة، توجهنا إلى المطعم المتواجد بحي لاسيليس. اليوم العالمي للغذاء الصحي جاتنا وزارة التجارة أعطونا توجيهات، الحمد لله لقاو كل شيء ريقلو، لقاو كل شيء حاجة مليحة كيما موالفين نخدموا حنايا. كل شيء كيما قلنا كل شيء علاش باش نيفيتي وكاع الزيت، نيفيتي وجبة صحية، لازم تيفيتي الزيت، لازم تيفيتي لي زيبيس هذوك الزيادة كاع ماشي ملاح، فهمت؟ أشاك فوا تكري لك حاجة الزيت هذا الكوليسترول ماشي مليح، واحد لازم المستهلك كيما نقولوا يولي لي كيم فابوري. اليوم العالمي للغذاء، اليوم رانا في مطعم الرمال عند خونا حميد بشكي، اليوم عنده وجبات ما شاء الله، وجبات ناقصة زيت، ناقصة كوليسترول، ناقصة حوايج ياسر، أما غذاء آمن وصحي. احنا نجو هنا نتغداو عنده لأنه عنده غذاء مفيد، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه المبادرة في جميع المطاعم في الجزائر.